السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. صبر دقيقة، شكرا. حاليا بروح الجراج إن شاء الله، لكن قبل لا أروح الجراج خلوني أشيل بعض الأغراض وياي، أخذ الصداديم وأخذ الرفرف أحملهم معاي وأوديهم الجراج. ما شاء الله، وهذا الرفرف حطيناه وراء صدام أمامي، صدام خلفي، إلى الصناعية. قبل ما أوصل الجراج خلوني أكلمكم بشكل سريع عن آخر شيء صار في السيارة. السيارتين صار لهم تقريبا 5 أيام موجودة عند الجراج. خلال هالأيام أمانة الشباب هناك أنجزوا شغل في وقت قصير ما شاء الله، ما كنت متوقع أنهم بيوصلون المرحلة هذه بسرعة. من ضمن الشغل اللي صار انهم نزلوا الماكينه، نزلوا الجير، نزلوا قشره الطبلون، الظفيره، المكيف، البيبات، الهوزات، كل شيء كل شيء. يعني السياره الحين بس مجرد بدي واقف. غير الاشياء اللي نزلوها، السمكري بلش بينت ريموفر، حك الصبغ، نزل الصبغ، صار الموتر تقريبا جنبين كامله على الصاج. فهذا بالنسبه للبدي. بالنسبه للابواب، الابواب اللي على اليمين، على جهه اليمين هذه مثل ما ذكرت لكم سابقا، الابواب واضح انهم معدله مدعومه معجنه، فهذه شليناها نزلناها، خذنا بابين من الجراندي ركبناهم، فالحمد لله رب العالمين ما عندنا مشكله في الابواب. بالنسبه للرفارف، الرفارف الاثنين يمين ويسار كلهم رايحين فيها، يبي لهم تبديل. بالنسبه للكرومات اني ياكل الاكسسوارات الديكورات، الحمد لله رب العالمين يعني شبه نظيفة، ما في اشياء ناقصة عندي. ناقص عندي رقبة دركسون، جلدة الجير، بعض الامور البسيطة الداخلية، الاكسسوارات الداخلية هذه راح توصل لي ان شاء الله من واحد من الشباب من السعودية راح يوفرها لي. بالنسبة لقطع الغيار الخارجية او الاكسسوارات الخارجية، ينقصني ليتات امامية، اسطبات خلفية، بينقصني اسطبات الامامية حقت الزوايا، هذه ان شاء الله راح نطلبهم من السعودية بعد، الرجال راح يوفرهم لي. عندنا بعد التمثال اللي على الكبوت راح يوفر ليها الرجال. تروح للصناعية تشوف المنظر الجميل هذا قدامك، ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى ربي يبارك الراعيها ان شاء الله. بالنسبة لمراحل الشغل اللي بتصير عقب البينت ريموفر، راح يكون في سمكرة، صنفرة، عقب برايمر، عقب صبغ، عقب تجميع وكذا، هذه ما راح اقدر اصورها لكم بالكامل بسبب ظروف العمل. فخلال 3 أسابيع الجاية راح اكون شوي مضغوط مع الدوام، راح يكون عندي بعد بطولة ريد بول الدريفت وقاعد اجهز السيارة الثانية، فراح اكون مضغوط بشكل مش طبيعي. فاتمنى منكم من الحين انكم تعذروني اذا ما قعدت اصور لكم جميع مراحل الشغل اول باول. وصلنا عند المدير الكبير جراج الزعامة. هلا مدير، هلا. شو مضبطيننا؟ شنو هذا مدير؟ تركيش. ما شاء الله تركيش. مدير مدير لقي بطيئة. شوفوا البنت ريموفر شلون يقشر الصبغ. شلون السقف احمد؟ شكرا ما شاء الله. طبعا هذه حاليا مرحلة البينت ريموفر، مادة يحطونها على الصبغ يخلونها. كم تاخذ لها احمد؟ 10 دقائق ربع ساعة صح؟ هذا كله صبغ. احمد هذا نفس الثنار ولا غير؟ لا اقوى. اقوى من الثنار. هذا نفس التيزاب. الكيميكال هذا نفس التيزاب. مركز واقوى من الثنار. هذا الرفرف الحين راح ارويكم شلون عملية ازالة الصبغ منه. حط مادة البينت ريموف ونخليها وقت، عقب نحك المادة وتطلع برا. راح ابلش بينت ريموف، لكن قبل بينت ريموف اهم شيء الماسك. المفروض جلافز، ما عندي جلافز، لكن ما راح المس الماده لان الماده كيميكال وتحرق حتى العين. فحاليا راح نبلش ان شاء الله على الرفرف، ارويكم الماده شلون نحطها، نخليها 10 دقائق، عقب ال10 دقائق بالشزل
نحك الصبغة تطلع برا. فخلونا نقول بسم الله ونبلش. شوف المكان هذا، هذه الصاجة. طبعا الحين لازم نضربها وجه ثاني، نخليها بعد 10 دقائق تفقع الصبغة بالشزل، حكها كلها على برا. هذه طريقة إزالة الصبغ ببينت ريموف. تحط المادة على الصبغة، خليها ربع ساعة، بعد ربع ساعة بالطريقة هذه تطلع معاك الصبغة زي السلام عليكم. يعني مادة تركيزها أقوى من الثنر. هذه نتيجة البينت ريموف بعد طبقة أولى. نضرب طبقة ثانية، عقب الباقي إن شاء الله ينشال ترجع صاجة حديد. الحين خلونا نتكلم عن السيارة. مثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن، شباب الله يعطيهم العافية أنجزوا صراحة، يعني 5 أيام تقريبا وهذا إنجازهم. حاليا شغالين على السقف، البانة خالصين منها، الشنطة بجيب لهم الشنطة اللي عندي في البيت العشبية راح يشتغلون عليها، الأبواب ماخذينها من الجراندي بينت ريموف، شالوا الصبغة الحمد لله ما فيها معجون. بعد ما يشيلون الصبغ بالبينت ريموف لازم يصنفرونه بورق صنفرة. صنفروا الأبواب اليمين، صنفروا الرفرف الخلفي، العمدان صنفروها. حاليا شغالين على السقف. هالأماكن مثل ما تشوفون الأماكن بالذات اللي فيها ربلات، لأن الربلات قديمة متقطعة، فالماي لما ينزل ينشب داخل، ومع الوقت مع الشمس والماي وداخل بين الربلات المكان هذا يطلع فيه صدى خفيف، فهذا شيء طبيعي جدا راح يتعالج. لكن بالنسبة للبدي غير الزوايا هذه مكان الربلات الحلة الخفيف، بالنسبة للبدي الحمد لله رب العالمين ما في أي حلة أو صدى. أبواب اليمين هذه نفسها الأبواب اللي كانت على السيارة ما بدلتها. بينت ريموف، شالوا الصبغ، صنفروها، ما شاء الله ما فيها ضربات. بالنسبة للرفرف الخلفي فهذه كانت معباه معجون شوي، والخفسة هذه هنا معباه معجون شوي. طبعا ليش معبينها معجون؟ هذه ضربات قديمة، يعني اتوقع يمكن 15-20 سنة ورا. النظام القديم ما كان في شيء اسمه شفط، ما كانوا يعرفون هالتقنية، تقنية الشفط. فكانوا شو يسوون؟ اي خفسة بسيطة في البيدي عبي معجون، اصبغ يا مدير. هذه ان شاء الله راح تنظف. الجامة الخلفية راح ينزلونها ان شاء الله. العمدان مثل ما تشوفون نزلوها، النياكل كلها نازلة على اساس ان البينت ريموف ما يخربهم. بالنسبه لحوض الماكينه ان شاء الله بعد ما يخلصون البينت ريموف راح يرشون حوض الماكينه برشر، ينظفونه يغسلونه، وعقب يصنفرونه صنفره عاديه، والقطع هذه كلها ان شاء الله راح تنصبغ. السب فريم راح يكون لونه اسود، حوض الماكينه راح يكون لونه نفس لون البدي. بكذا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو.
سامحوني على القصور مقدما. الفترة الجاية كما ذكرت بداية هذا الفيديو راح أكون مشغول مع دوامي وبكون مشغول مع تجهيزات بطولة الدريفت، فسامحوني على القصور. وبإذن الله إن شاء الله إذا حصل لي مجال رحت صورت الشغل ورويتكم آخر التحديثات في الشغل، فأتمنى أنكم تعذروني وتغدرون ظروفي. ولا تنسون تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. استودعكم الله، في أمان الله.